أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: الكشف عن شبهات فساد في عمل البنك المركزي. من صحيفة البصائر: عبد المهدي في إيران والهدف حماية منصبه. من صحيفة المدى: تقارب بين العباد والصدر لتبني مشروع سياسي موحد. من موقع كتابات: وزارة الزراعة العراقية تؤكد نفوق 55 ألف دجاجة في كربلاء. ومن صحيفة الزمان: عبد المهدي في طهران بعد ساعات من اتصال هاتفي مع وزيرة الدفاع البريطانية. ومن العربي الجديد: مجازر إدلب، روسيا تمهد بالدم لأستانا. وأخيرا من العرب اللندنية: تحذير بريطاني من خلايا إيرانية نائمة. أهلا بكم. الدستور الحالي ساعد على تكريس ودعم سياسة الإقصاء والتهميش لمكونات الشعب بدلا من التسامح وتعزيز هيمنة الأحزاب الإسلامية، وأساء استخدام السلطة السياسية والقدرات الاقتصادية، مما ساعد على بناء إمبراطورية الفساد الذي دمر حياة المواطنين العراقيين. مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. أما في العراق فقد وضع الاحتلال الأمريكي قواعد للدستور العراقي استناداً إلى موروث الولايات المتحدة بإقامة دولتها من مهاجرين بريطانيين وأوروبيين بعد إزاحة السكان الأصليين الهنود الحمر، متناسين أن العراقيين هم أصلاء ومركز حضارات البشرية ولا يستحقون هذه الإهانة التي ارتضتها مجموعة السياسيين الذين كان يشغلهم هدف الوصول إلى السلطة. كتب دستور العراق في ظل احتلال عسكري أمريكي مباشر، وكان ينبغي على القوى والأحزاب السياسية التي تحالفت معه وشكل لها مجلس الحكم ألا تتعجل بسن وثيقة الدستور، لكونه يمثل وثيقة العهد بين الدولة والمجتمع العراقي الذي من العيب أن يستغل تنوعه الطائفي لتكريس الانقسام وإزالة الهوية الوطنية، وألا تخضع الزعامات جديدة العهد بالحكم لإملاءات إدارة بوش والحاكم بريمر الذي أوكل لمستشاره فيدلمان بالإشراف على كتابته، وهو صاحب النظرية السحرية في تقسيم الشعوب. كان بالإمكان كتابة دستور مؤقت لفترة انتقالية إلى حين خروج المحتل لتجنب ما حصل فيما بعد. واليوم وبعد 15 عاماً من الآزمات التي خلفها هذا الدستور، تصبح فكرة إعادة كتابته أو تعديله ليست سيئة أو خارجة عن مقتضيات ومتطلبات وضع العراق الحالي والمستقبلي، بل أصبحت ضرورة. لقد أصبحت مهمة إعادة كتابة الدستور العراقي حاجة وطنية كبرى يتحملها الجميع، وخصوصا البرلمانيين الوطنيين غير الطائفيين، وفي مقدمتهم رئيس البرلمان الحالي، إلى جانب السياسيين المخلصين لعراقهم من داخل العملية السياسية وخارجها، ومعهم نخب المثقفين والأكاديميين في القانون وقيام حملة وطنية أو حملة وطنية جادة لتحقيق هذا الهدف لحماية البلد ومستقبل أبنائه. وأن تحمل هذه الدعوة الوطنية إضافة إلى إطارها السياسي الوطني في وحدة العراق ومدنية نظامه واعتباره جزءا من الأمة العربية. مذ فصلت الولايات المتحدة الأمريكية قميص العملية السياسية في العراق عقب غزوه وإسقاط نظامه السابق، لم يكن هذا القميص يتسع لأي معارضة، فقد كان ضيقا بالكاد يتسع لحفنة من الأحزاب والمتسلقين ممن جاءوا على متن دبابة المحتل. عن المعارضة في العراق كتب إياد الدليمي في العرب الجديد. لم تنتج هذه العملية السياسية أي معارضة حقيقية وفاعلة، وذلك للطريقة التي تشكلت فيها، فهي لم تقبل أي معارضة للمحتل ولا لحكوماته،
وعمدت تلك العملية السياسية العرجاء إلى محاربة كل صوت رافض لها ولممارساتها واجتثاثه واقتلاعه وطرده وتهجيره، بل الأكثر من ذلك، طاردت تلك العملية السياسية بحكوماتها المختلفة حتى الرافضين بعض سياساتها ممن هم داخل بناء العملية السياسية. لقد تشكلت العملية السياسية في العراق لخدمة من صنعها، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، ومنذ اللحظة الأولى لتشكل تلك العملية السياسية العرجاء كانت هناك معارضة واضحة وقوية وكبيرة، سواء لها أو لقوات الاحتلال الأمريكية. لم تكن كلها مسلحة على طول الخط، وإنما معارضة رفضت الاشتراك في العملية السياسية، وهي تتنوع بين معارضة علمانية وأخرى إسلامية، غير أنها لوحقت وطوردت واغتيل عناصرها حتى وجدت نفسها خارج الوطن بقوة من يملك السلطة والسلاح، سواء كانت الدولة أم الميليشيات المشكلة لأحزابها. وهنا يشار إلى هيئة علماء المسلمين كمعارضة عراقية وطنية دعت منذ اللحظة الأولى إلى رفض الاحتلال ومقرراته ودستوره، لأنها كانت تؤمن أن العراق ما بعد الاحتلال يجب أن يديره ويحكمه أبناؤه، وليست الأحزاب القادمة من الخارج والتي تحمل أجندته، وهي حذرت منذ اللحظة الأولى من تداعيات ذلك وخطورته. ويبدو أن الأيام وما حملته العملية السياسية للعراق وللعراقيين تقف مع الهيئة ونظرتها إلى مآلات الأحداث. يحتاج العراق إلى معارضة، ولكن ليست معارضة الحكيم أو غيره، وإنما معارضة نابعة من رحم الشعب الذي يعيش أسوأ حالته. أما معارضة الحكيم أو غيره من رموز ثوب العملية السياسية الضيق، فهي تبحث عن مصالحها، تبحث عن حصصها داخل الحكومة، ولا تبحث عن حصة العراقيين من ثرواته وخيراته التي وجدت لها حضنا دافئا في بنوك العالم، بفضل الحكيم وغيره ممن يسمون اليوم رموز العملية السياسية في العراق. لن تكون الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي استثناء عن سابقاتها في مجال العجز عن تقديم أبسط الخدمات للمواطن المرتبط بآفة الفساد. فهذه الحكومة ومنذ تشكيلها في تشرين الأول الماضي، وبرغم ما أعلنته الأحزاب وما قاله رئيس الوزراء عن تخطيها المخصصة، بقيت أسيرة هذا المبدأ ولم تلتزم الكتل السياسية بوعودها، وتنافست لتأخذ ما تراه استحقاقا مخصصاتيا أو توافقيا، عدا كتلة النصر برئاسة حيدر العبادي وتيار الحكمة. ويبدو أنهما نادمان ويشعران أنهما خدعا بقبولهما التخلي عن حصتهما من الوزارات أو المناصب الأخرى، كما تشير بعض التحليلات والتقارير الإخبارية في مقال للكاتب طارق الجبوري. ويمكننا هنا القول وبصراحة بأن الأحزاب المهيمنة على العملية السياسية تجيد فن التضليل والخداع الذي جعلها إلى الآن في منأى عن غضب الشارع العراقي، لذا لم تتبنى معالجة حقيقية للأزمات المفتعلة وتراها تبتعد عن أصل المشكلة المتمثلة بالخلل الشديد في هيكلية العملية السياسية أصلاً، التي بنيت على المحاصصة منذ تشكيل مجلس الحكم في عهد سيء الصيت بول بريمر، وأدت إلى إقصاء التيارات الوطنية التي يؤخذ على بعضها كالحزب الشيوعي العراقي قبوله بمقعد في مجلس الحكم على أساس انتماء أمينه العام السابق الطائفي، ناهيك عن لهاث شخصيات قومية لتبوء مقاعد وزارية أو مناصب عليا على وفق مبدأ المحاصصة البغيض. سنوات طويلة مرت والمواطن ملتاع ومصدوم مما حصل ويحصل، وبات يرى نفسه مخدوعا حيث لم يحصد غير الوعود والكلام المعسول عند كل حملة انتخابية، فاختار طريق التظاهرات السلمية بين فترة وأخرى، وهي الأخرى تم احتواؤها بهذا الشكل أو ذاك، إضافة لمقاطعته الواسعة للانتخابات النيابية. وبقي هذا المواطن يعيش الحرمان وزيادة نسبة الفقر واستمرار الفساد وغيرها من المظاهر السلبية التي أفرزتها مرحلة ما بعد الاحتلال.
في كل الأحوال فإن تجربة السنوات السابقة منذ ما بعد الاحتلال إلى اليوم علمتنا أن لا نثق بأحزاب متمسكة بالمحاصصة، وأن لا خيار أمام المواطن غير العودة إلى الخيار الوطني والتنازل عن القضايا المطلبية لصالح المصلحة العامة للوطن وتبني موقف تغيير جذري ينهي تسلط الفاسدين. مئات المنظمات الحقوقية في العراق، الشعب إذن بخير. هيفاء زنقنا في عنوان لمقال كتبته في صحيفة القدس العربي جاء فيه: لن يتم تجنب دورة الانتقام والتخريب إلا بقيام حكومة يرى مسؤولوها أبعد من مصلحتهم الآنية المعجونة بالطائفية والفساد، إلى أن يتحقق ذلك لعل الضغط على الأمم المتحدة لتعيين مقرر عام لحقوق الإنسان وإرسال خبراء دوليين مستقلين للقيام بزيارات منتظمة لمواقع الاحتجاز وإنشاء فريق من مفتشي السجون المستقلين لمراقبة الأوضاع قد يكون خطوة بالاتجاه الصحيح. التقرير مزود بصور مهولة لأجساد متراصة بأوضاع مشوهة أكروباتيكية من الأحداث واليافعين في سجون الرجال، وكما هي أجساد النساء والأطفال في سجون النساء. وهو ليس بالأمر المستغرب إذا ما علمنا أن الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق مثلاً هي 2500 شخص، بينما وصل عدد المحتجزين هناك بحلول يونيو حزيران إلى 4500 سجين ومحتجز تقريباً. الحقيقة هي أن العراق لا يعاني من قلة المنظمات الحقوقية على الإطلاق، إذ إن هناك مئات المنظمات المحلية بالإضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان. برلمانياً هناك لجنة حقوق الإنسان المكونة من 12 نائباً تم تعيينهم وفق نظام المحاصصة، وتختص هذه اللجنة حسب موقعها بثلاث مهمات من بينها متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون، ومن يراجع مواقع هذه المنظمات ويقارنها بما يعرفه تمام المعرفة عن حال المعتقلين اللا إنساني في عموم البلد، لابد وأن يتساءل عن جدوى هذا الكم الهائل من المنظمات المحلية والحكومية والدولية والمواقع الإلكترونية والمطبوعات الملونة بجداولها وإحصائياتها والدعم المالي الكبير للمؤتمرات والورشات والتغطية الإعلامية للوفود وزيارات التفقد لمراكز التأهيل وسجون وإصدار البلاغات. إن وضع حد لهذه الممارسات الوحشية يعتمد بالأساس على وجود حكومة تسعى فعلا لوضع حد لها قانونا وممارسة، وبدونها كما بيّنت تجاربنا وتجارب كل الشعوب تتراكم المظالم كما حدث في الماضي القريب والبعيد وتنتقل إلى روح الانتقام، ويختلط العنف مع اللجوء إلى أي داعم خارجي أو إرهابي داخلي مهما كانت أهدافه، فتعود الدورة من جديد وتسيل الدماء ويتهدم البلد على رؤوس أهله كلهم مرة أخرى كما تقول الكاتبة. كتب منير شفيق في موقع عربي 21 عن المقابلة التي جرت بين جودي وودورف وجيسون غرينبلات، ونشرت على مواقع في 17 من تموز يوليو 2019، تعطي صورة دقيقة للعقلية التي يحملها غرينبلات، وتسرب بعض المعلومات عن مسيرة ما سمي بصفقة القرن. فهو لا يريد حل الدولة الواحدة، لأنه لو أراد ذلك لا أعلن الخطة كما قال قبل سنتين، ولا يريد حل الدولتين لأن قضية معقدة إلى هذا الحد لا تحل بثلاث كلمات، ولا يريد الحديث عن حدود 1967، ويجب عدم استخدام كلمة المستوطنات أو الاستيطان أو كلمة احتلال، ويفضل بدلاً منها بالتتالي أحياء ومدن مجاورة وأراضي متنازع عليها. المواجهة يجب أن تكون مع دونالد ترامب وسياساته وممارساته، وليس مع عنوان اسمه صفقة القرن أو خطة سرية، ولهذا تحشد الحشود والقوى المضادة لإسقاط سياسات ترامب بخصوص القدس والجولان والضفة الغربية ووكالة الغوث،
كما لمواجهة سياسات نتنياهو الخاصة بالاستيطان والاحتلال والتهويد والانتهاكات بحق المسجد الأقصى. ففيما يتعلق بهذا البعد، فالطريق هو تحويل ما تحقق من وحدة وطنية فلسطينية ضد صفقة القرن إلى وحدة وطنية فلسطينية لإطلاق انتفاضة شعبية شاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تلتقي مع مسيرات العودة الكبرى تحت هدف دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية والقدس بلا قيد أو شرط، تمهيداً لمواصلة الوحدة الفلسطينية لتحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر ومن الناقورة إلى أم الرشراش. وخلاصة كل ما سربه جرين بلات حول صفقة القرن اقتصر على القول إنها خطة مشكلة من 60 صفحة، وأن إعلانها الذي طال انتظاره أكثر من سنتين سيقرره دونالد ترامب، وهو لا يستطيع أن يحدد هل يحصل هذا قبل انتخابات الكنيسة القادمة أم سيتوقف على تشكيل الحكومة أم لا يعلن إلا حين يقرر ترامب ذلك، علما أن مياها كثيرة ستكون قد مرت تحت النهر. خرج 6 أفراد من طاقم الافتراضية مركبة سيريوس التجريبية الدولية التابعة لمعهد الطب والبيولوجيا لدى أكاديمية العلوم الروسية بعد أن قضوا فيها 4 أشهر. وكان أفراد طاقم التجربة في عزلة تامة منذ 19 مارس آذار الماضي، ويقضي سيناريو التجربة بمحاكاة الرحلة الفضائية الحقيقية إلى القمر والهبوط على سطحه. وعند سؤال رائدة الفضاء الروسية أناستازيا ستيبانوفا عن أكثر ما تتوق له بعد خروجها من المركبة، كانت إجابتها شريحة لحم لذيذة. وقالت المشاركة الروسية أن الإنسان يتكيف سريعا مع مختلف الظروف الطارئة مهما كانت صعبة، لذلك أعتقد أننا مستعدون لاستكشاف كواكب أخرى. وقال علماء روس مشاركون في سيريوس 19 أنهم يأملون أن يكون اهتمام الولايات المتحدة بهذا البحث علامة على استعدادها للعودة إلى القمر في جهد مشترك مع روسيا. في العاصمة بغداد تنمو متاجر بيع وشراء الحيوانات الأليفة والمفترسة بشكل ملحوظ، وفي منطقة العظمية تحديدا تجد أمامك عددا كبيرا من المحال الخاصة باستيراد وبيع مختلف الحيوانات. قد تشعر أنك تتجول في حديقة حيوانات مجانية، فهناك من يطعمها وهناك من يلعب معها وآخر حضر لشرائها، حيث لم يعد وجود هذه الحيوانات يقتصر على سوق الغزل الشهير الذي يقع على جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد. ونظرا لرغبة العراقيين بتربيتها في منازلهم، أخذت محال بيع الحيوانات المفترسة تنتشر هي الأخرى في العاصمة، إذ لا يقتصر الأمر على تربية الحيوانات الأليفة. الأسود والذئاب والدببة هي مجموعة من أشهر أصناف الحيوانات التي تلاقي رواجاً بين العراقيين لترويضها وتكاثرها. النساء هن الأكثر طلباً للقطط، أما الرجال فكلاب الحراسة هي الأكثر طلباً من قبلهم، والتي تمتاز بالذكاء القوي والوفاء إضافة إلى الشكل المميز، كما وتعتبر أكثر الحيوانات شعبية وقد تكون ذات شعر طويل أو قصير، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد القطط في الحيوانات الأكثر استيراداً وطلباً. والآن نتابع الكاريكاتير.
بهذا وصلنا إلى الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.